أولا وقبل كل شيء تحية خاصة للطاقم الطبي على المجهودات التي يقوم بها، كذلك تحية خاصة للطاقم التربوي تاع وزارة التربية سواء الابتدائي والثانوي والتعليم العالي على المجهودات المتخذة للتربية ديال الأولاد ديالنا والأطفال ديالنا. وتحية طيبة لرجال الأمن والدفاع وكذلك الصحافة اللي تتسهر على الإعلام باش توصل يعني الانفورماسيون للمواطنين كاملين. كيف تتعرفوا بأنه منذ البداية السلطات الرسمية اتخذت واحد الحزمة من التدابير الوقائية وكان سباقة في اتخاذ هذا القرار، واللي الأساس ديالو هو الحد من ديك السلسلة ديال الانتقال ديال هذا العدو ديال العدوى ديال هذا الفيروس. والخصوصية هي كانوا جوج، كاين الحظر وكاين العزلة يعني الكونفينمون و ايغالمون ليزولمون. ففي البداية كانت من نهار بان هاد يعني هاد الوباء في أوران في الشين، والدولة يعني السلطات الرسمية كانت سباقة وخضات يعني واحد المجموعة ديال التدابير باش حدات من انتقال ديال المسافرين، من انتقال ديال الدخول والخروج، وكذلك بين انتقال ديال المواطنين داخل البلد باش يمكننا نكسروا من داك الانتقال. والحل الوحيد اللي كاين باش نحدوا من الانتقال اليوم تبقى بين المواطن، والمواطن خصو يلتزم بهاد المجموعة ديال التدابير اللي متخذة باش يمكننا نتغلبوا على أقرب وقت على انتقال هاد العدوى. وكي تتعرفوا هاد الفيروس هو تنتقل عبر الإفرازات، عبر كذلك ما يسمى ب البلغم، وكذلك عبر انتقال من شخص لشخص. هذا الفيروس ما تنتقلش عبر الهواء، ولكن يعني الكيفية ديال النظافة ديال الأشخاص والالتزام بهذوك التدابير كلها هي اللي غادي يمكن توقي الأشخاص وتوقي البشرية جمعها. لأنه كيف تتعرفوا العالم اليوم أصبح كقرية، وهذه القرية كلها تمكن لك أنت تأديها كيف هي يمكن لها تأديك، وخصو يكون تضافر الجهود باش كنا يمكننا نتغلبوا على هذه العدوى في أقرب وقت. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.